استعد شوط القعدان واقول الكلمه للزميل ابو سعد. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان في الوطن العربي الكبير، أحييكم بدوري في هذه الأمسية الرئيسية من هنا من جوهرة ميادين الخليج، ميدان الشحانية هنا بمنطقة الشحانية في دار آل ثاني الكرام. اليوم هو يوم خاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه. تابعنا وراقبنا وشاهدنا الشوط الرئيسي المفتوح الذي حقق فيه الأدعم والشعار الشحاني ناموسا أهداه لأبناء قطر، أهداه على طبق من ذهب في هذا الشوط مهدية عوائد الشلفة الذهبية لهجن قطر الكرام. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا في شوط رئيسي آخر لا يقل أهمية عن شوط عوائد، خنجر ذهبي ينتظر بطلا من أبطال هذا الشوط، بطلا من أبطال هؤلاء المؤسسات الكبرى، مؤسسة هجن الشحانية والعاصفة والرئاسة الحاضرات بكل قوة في هذا المهرجان وفي هذا التحدي الكبير. ننطلق على بركة الله، نخوض هذه المعركة من 6 كيلومترات، نبدأ مباشرة مع المراكز المنطلقة والمندفعة. المركز الأول الوعب، المركز الأول أحد أقوى وأعنف وأقوى الأسماء المشاركة، الوعب الهجن الشحانية بقيادة من قاد عوايد سالم بن فران المري المميز الذهبي، هذا هو ينطلق شعار هجن الشحانية على المركز الأول. المركز الثاني شعار صايب الهجن الرئاسة القادمة من العاصمة أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحبا بالأشقاء، مرحبا بأشقائنا وأحبابنا في كل مكان، مرحبا في دار آل ثاني الكرام عند أبناء قطر الكرام الذين يرحبون بضيوفهم في كل زمان وفي كل مكان. يا سلام، ولع الشوط بدري يا أخواني، والله العظيم ولع الشوط بدري، هذا هو شعار هجن الشحانية. يتقدم مع الذيب على المركز الثاني هجن الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ثالثا شعار هجن الرئاسة من الجانب الآخر عند صايب ويقود محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. اوه المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع حوام 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 على المركز الرابع لهجن الشحانية عند المضمر حوام، يضمر حوام السيد محمد بن خالد بن عبد الله العطية. واضح 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 عبر من الخامس الى الرابع الى الثالث الى الثاني حاملا للواء وشعار هجن الشحانية عند شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران، يضمر ويتابع هذا الاسم العملاق ينطلق بالمركز الاول او بالمركز الثاني. المركز الثالث قلنا لكم، المركز الثالث حوام الهجن الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع، المركز الرابع صايب الهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في المتابعة. المركز، المركز الخامس وصلنا عند الذيب، المركز الخامس عند الذيب، المركز الخامس الهجن الشحانية عند المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا مش...
مشاهدينا الكرام، خمسة أسماء، خمسة عمالقة، خمسة أبطال، فايف ستار ينطلقون، أربعة شعارات للشحانية، شعارا وحيدا للرئاسة بالمركز الرابع. هنا خمسة أسماء، هنا تنطلق بسجلاتها، بتاريخها، بإنجازاتها، برموزها، بحضورها المشرف دائما في كل ميدان هنا في قطر وفي دولة الإمارات وفي الكويت وفي المملكة العربية السعودية. أينما تشارك هذه المؤسسات الكبرى لها بصمة، لها حضور، لها حضور. يا سلام، الشوط الرئيسي المفتوح يا أخواني راح قبل لحظات مع عوايد، مع عوايد، راعية العوايد والإنجازات اللي خذت الشلف العام الماضي في الختامي، خذت الشلف العام الماضي، وهدت للشحانية اليوم ناموس آخر لأبناء قطر. يا سلام، المركز الأول والثاني والثالث للشحانية، المركز الرابع لهجن الرئاسة مع صايب، والمركز الخامس أيضا لهجن الشحانية، والعاصفة تتدخل، العاصفة بالمركز السادس، هنا تنطلق مع المركز الخامس، هنا الوحداني وحداني وحداني لهجن العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. يا سلام، الخنجر يا اخواني، الخنجر الخنجر الخنجر، بدأنا ننعطف، بدأنا ننعطف تدريجيا، ونحن نتجه الان، نتجه حلوة حلوة، نتجه يا اخواني باتجاه الغربي مباشرة، متجهين متجهين الى ابو حمد، متجهين الى خط النهاية، الى الخنجر، الى الخنجر. الخنجر غير، والناموس غير، والناموس غير يا اخواني في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط الرئيسي. الوعب، الوعب، قلت لكم الوعب غير، الوعب غير، الوعب غير يا ابو زايد، الوعب غير. الله، الخنجر، الخنجر. ايها الشبل، اين انت ايها الشبل، اين انت؟ هذا هو الوعب، اطمئن، ركز شوي. المركز الثاني القادم شعار هجن الرئاسة، على المركز الثاني صايب، على المركز الثاني، على المركز الثاني، على المركز الثاني صايب لاجل الرئاسة. المركز الثالث، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بلازم، اهلا وسهلا بلازم، هذا لازم، هذا لازم. على المركز الثالث احد اعنف واقوى الاسماء، احد اعنفها واقواها، على المركز الثالث لاجل الشحانية يضمره سالم بن فران المري، ولكن الوعب، 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 ولع الشوط، دخن الشوط. الله، الخنجر، 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 العاصفة، الرئاسة، الشحانية، الشحانية بالمركز الأول، الشحانية مع الوعب، الوعب، الوعب. ركز أيها الشبل، ركز أيها الشبل، روح إلى الناموس، روح، انطلق، حرك الحديدة، ادعم ادعم ادعم. الوعب، قلت لكم الوعب غير، الوعب غير، الوعب غير، الوعب غير. ادعم 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 ادعم. الشحانية مع الوعب، مع الوعب، الوعب. قف يا خط النهاية، قف يا منصة، احتراما وتقديرا واجلالا لهذا الوعب. حيوا يا شباب، حيوا حيوا حيوا. ادعم ادعم ادعم. الخنجر شحاني بعد عوايد يحقق الشحانية ناموسا اخر مع الوعب، 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 الوعب. تهانينا، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الوعب بالمركز الاول، وفوز لازم البطل بالمركز الثاني. تهانينا، تهانينا والناموس. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث
وصل الذيب لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الرابع. المركز الرابع صايب لهجن الرئاسة عند محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الخامس. المركز الخامس العابر لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. الوعب يا اخواني لا جديد لا غريب، لا نستغرب هذا الفوز للوعب صاحبي النقاط الذهبية، صاحب الأشواط الرئيسية، صاحب السجلات الحافلة، يحقق اليوم ناموسا آخر يهديه بعد عوايد لهجن الشحانية على هذا الفوز المستحق وحصوله على الخنجر الذهبي. التوقيت الزمني 8:53 38 جزء من الثانية. الوعب يحصد الذهب تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني 8:55 ست أجزاء من الثانية. لازم الهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري. المركز الثالث، المركز الثالث الذيب الهجن الرئاسة عند محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني 8:56 24 جزء من الثانية. إذن الو